لمزيد من التحليل وإلقاء الضوء على أهمية هذه الزيارة المصرية، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة قطر، معنا عبر الهاتف الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية والمتخصص كذلك في الشأن العربي. دكتور حامد، بعد التحية، هذه الزيارة والتي تكون وتتسم بأهميتها الشديدة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى قطر، كيف ترى هذه الزيارة في ضوء حرص القيادة المصرية الراسخ بالتشاور والتنسيق كذلك مع الأشقاء العرب وفي هذا الظرف الراهن؟ أهلا بك يا فندم، وأهلا بالسادة مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا زيارة مهمة جدا وبتعكس الحرص من قبل قيادة الدولتين على أن يكون هناك أفقا عربيا عربيا من أجل دعم العمل العربي المشترك، خاصة وأنها تشكل مرحلة جديدة وواعدة ومهمة في مسار العلاقات الثنائية بين القاهرة والدوحة، والعمل على ارتقاء من مستوى هذه الشراكة إلى أن تكون مثمرة لخدمة مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين، في ظل حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز وتعظيم العمل العربي المشترك، باعتبار أن القاهرة والدوحة هم من ركائز الأمن القومي العربي. كان هناك زيارة مهمة جدا عكست، وهي زيارة الأمير تميم إلى القاهرة، والتي عكست حرص الدولة القطرية على أن تعود الأمور إلى طبيعتها مع القاهرة، خاصة وأن هذه الزيارة كان هناك تهنئة من قبل الأمير تميم بن حمد للرئيس السيسي على ثورة 30 يونيو، والتي تؤكد وتجسد حرص الدولة القطرية على أن يكون هناك صفحة جديدة من العلاقات المصرية القطرية، والعمل على أن تكون هناك نوع من أنواع تعزيز وتعظيم العمل السياسي والاقتصادي، في ظل أن هناك ملفات كثيرة جدا تحتاج إلى أن يكون هناك نوع من أنواع الأفق الأرحب في هذه المجالات، سواء سياسيا سواء اقتصاديا سواء أمنيا، باعتبار أن مصر هي الركيزة الأساسية للأمن القومي العربي، خاصة وأن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم جدا قبيل انعقاد القمة العربية في الجزائر، وأيضا اجتماعات أو الدورة 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة. طيب دكتور حامد، كما ذكرت، اجتماع مزمع أو القمة العربية القادمة في الجزائر في نوفمبر بشكل محدد، لو تحدثنا عن التنسيق المستمر وعن العلاقات الثنائية وخصوصية العلاقات ما بين مصر وقطر، وهناك ملفات رئيسية، برأيك كيف يمكن للتنسيق المصري القطري أن ينعكس بشكل كبير على القضايا العربية والإقليمية وبشكل إيجابي؟ طبعا العلاقات المصرية القطرية بتنطلق من الإيمان الراسخ أولا بوحدة الأهداف والمصير المشترك، وهناك ملفات رئيسية لابد من التنسيق المصري القطري في الكثير منها. يأتي على رأس هذه الملفات القضية الفلسطينية، باعتبارها هي القضية المركزية للمنطقة العربية، في ظل أن الدولة المصرية والدولة القطرية يسعيان بكل قوتهما إلى إيجاد حل سياسي شامل لهذه القضية، والعمل على إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 اتفاقا مع مبادرة السلام العربية التي تم إقرارها في العام 2002. أيضا الملف الليبي باعتباره هو ملف مهم جدا، ومن الممكن جدا أن يكون هناك توافقا مصريا قطريا للعمل على دفع العملية السياسية في ليبيا وإيجاد وسيلة حقيقية تحقق الاستقرار في هذا الملف تحديدا، وصولا إلى إتمام وإجراء الانتخابات في موعد محدد، والعمل على توحيد الداخل الليبي. أيضا الملف السوري باعتباره ملف هام جدا. أما على المستوى الاقتصادي، وهو لا يقل أهمية عن المستوى السياسي، مصر نجحت أن تتحول بالفعل إلى طيب لو تحدثنا دكتور حامد عن الأفاق الاستثماري ما بين الدولتين، وأن مصر أصبحت واحة وجاذبة للعديد من الاستثمارات الأجنبية خصوصا الاستثمارات العربية، كيف يمكن البناء على ما تقدم من مباحثات ثنائية ما بين الدولتين وجذب المزيد والتعاون الاستثماري ما بين الدولتين؟ سؤال مهم جدا جدا، ويعني هو لا يقل أهمية، المحور الاقتصادي لا يقل أهمية عن المحور السياسي، على اعتبار أن الدولة المصرية تحولت بالفعل إلى قبلة المستثمرين، ليس فقط المستثمرين العرب ولكن المستثمرين الأوروبيين، في ظل ما قامت به من مجهودات جبارة لأن تكون مصر هي لاعبا رئيسيا لاستقرار الأوضاع الاقتصادية، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاستها بشكل كبير على مجمل الأوضاع في المنطقة العربية، وفي ظل أن مصر تحولت بالفعل إلى مركز إقليمي للطاقة، ومن الممكن جدا أن يتم فتح
مجالات استثمارية مع الشقيقة قطر في مجال الطاقة، في مجال الزراعة، في مجال التعليم، وفي غيرها من الكثير، وفي مجال الصناعة، وفي غيرها من المجالات. وكان هذا لبنة رئيسية من أن تكون هناك حجم توقيع حجم من الاتفاقيات والبروتوكولات يعني في الفترة السابقة بأكثر من 5 مليار دولار. وبالتالي الدولة المصرية والدولة القطرية يسعيان بكل قوتهما إلى فتح كل المسارات التي تؤدي إلى تحقيق الرخاء والنماء لشعوب الدولتين الشقيقتين، والعمل على تعزيز وتعظيم العمل العربي المشترك في ظل وحرص القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي، الذي يسعى بكل قوته إلى أن يكون هناك وحدة للصف العربي، وأن يكون هناك مخرجا لكل الأزمات السياسية والاقتصادية المترامية في الوطن العربي وفي منطقة الشرق الأوسط. كل الشكر والتقدير الضيف الكريم الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية والمتخصص كذلك في الشأن العربي، شكرا جزيلا لك.